هاي أسامة، ازيك؟ انا عندي 30 سنة، حبيت واحد من وانا عندي 24 سنة، حبيته قوي قوي يا أسامة، قوي قوي قوي، كان اول حب في حياتي. تقريبا ما حبيتش حد قبله، عمري ما حسيت الاحساس ده مع حد قبلي. هو انسان حافظ عليا وحبني وعوضني عن امي وابويا عشان متوفين. ما عنديش غير اخويا في حياتي، هو وصحابي، بس اخويا مش موافق عليه علشان هو بعد 4 سنين ارتبطنا اتجوز وخلف. ابوه متسلط جدا جدا وكان عايز يتجوزه جوازة مصلحة، مع فلوس بتتجوز فلوس، وفعلا يعني عمل كده، جوزه الجوازة دي. هو طبعا متجوز بالغصب وبالاكراه لانه كل حاجة تحت ايد ابوه، ولحد دلوقتي هو مش عارف يخرج من ابوه ومش عايز يعني يعرضه عشان ما يبقاش عاق بقى، وفي نفس الوقت هيخسر فلوس او ورث او ايا كان. هو كمان متعود على العيشه، ودلوقتي في رقبته عيل وفي رقبته بيت، ف يعني انا مش عارفه اعمل ايه. بس هو انا بيتقدم لي ناس ومش مناسبين، وحتى لو مناسبين انا مش قادره افتح قلبي لحد، ومش قادره اتعامل مع حد غيره، مش شايفه حد غيره. حقيقي انا حصل لي مشاكل كتير جدا عشان انا هو مش عارف يجيلي، وهو قال لي يعني ان هو عايز يجي كامل وجاهز ويجي يتجوز على طول، بس هو الوقت مش في صالحنا. وانا كمان نفسي اكون ام، ونفسي اخلف، ونفسي اتجوز زي بقية صحابي وزي بقية الناس وزنة الحياة، لان انا حاسة بالوحدة كتير. بس وحقيقي مش عارفة اصدق ولا اتجوز وخلاص بقى، مش عارفة اعمل ايه بجد. انا سمعت الرسالة كلها ويعني متعجب بصراحة منك. طيب انت كنت مرتبطة بيه وقعدتوا مع بعض 4 سنين، وبعد 4 سنين راح اتجوز، ما قدرش يقف يواجه أبوه ويقول له لأ أنا بحب البنت دي وعايز أتجوزها. طيب بلاش ده، ما قدرش يقف لنفسه ويقول لأبوه أنا مش هتجوز دي، لأ أبوه أجبره أنه اتجوز، واتجوز وعمل علاقات حميمية مع زوجته لأن ده شرعه، وخلف وجاب أولاد والدنيا ماشية. حضرتك منتظرة إيه؟ منتظرة أنك تبقي الزوجة التانية علشان انت مش قادرة تعيشي من غيره؟ على فكرة هو مش مية وهوى، ده بني آدم، والبني آدم نقدر نعيش من غيره. انت ما تقدريش تعيشي من غير هوى، ما تقدريش تعيشي من غير مية، ما تقدريش تعيشي من غير أكل لفترة. إنما بني آدم سابك واتجوز وما طلعش قد المسؤولية ولا قد إن هو يقف يحارب علشان مستقبله وحياته وشخصيته وحبه، وراح اتجوز واحدة تانية وخلف، هو عايز منك ايه؟ هيرجع يفضل يقولك انا بحبك، انا بدوب فيكي، انا 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 انا، وانت يا مسكينة هتفضلي متعلقة بحبال الهوى الدايبة. عارفة في النهاية هتوصلي لإيه؟ هتوصلي ان علشان الحب الكبير اللي بينا انا عايز اتجوزك، ومش لازم اقول لابويا، وما تقوليش لاخوكي تعالي نتجوز عرفي، وتبقى جوازة في الضلمة زي مليون جوازة في الضلمة بنسمع عنها، وتنتهي برضو في الضلمة. لأنك زي ما قلتي كده أنا نفسي أتجوز وأخلف ويبقى عندي بيت وأسرة، مش هينفع، لأنك مش متجوزة الحاج متولي، لا الزمن زمن الحاج متولي، ولا الشخص هو الحاج متولي، ولا الإمكانيات الحاج متولي، ولا الثقافة الحاج متولي. من الواضح ان انتوا الاتنين متعلمين وتعليم عالي ومثقفين ومن عائلات كويسة، القصة دي مش هتنتهي غير بجوازة عرفي مع الأسف. بص يا بنت الناس، عايزة تعيشي حياة كريمة يبقى لازم تفكري وتعتقدي تماما وتبقي مؤمنة تماما ان ربنا سبحانه وتعالى مش كاتبلك الجوازة دي، وانك لازم تطلعي من حالة المشاعر السيئة اللي انت عايشاها دي عشان يبقى في قدامك فرصة تانية وتالتة ورابعة انك تقابلي ناس مناسبين ليكي يكونوا معاكي الأسرة اللي انت بتحلمي بيها، ويبقى لك حياة خاصة وسفرياتك وفسحك وأكلك وشربك وبيتك وعيالك وناديكي ودنيتك وقرايبك لازم. إنما الجوازة العرفي دي هتبقى شمال الشمال أو شمال تاني شمال. أنا بقولك كده
عشان أكون خلصت ضميري قدام ربنا وقدامك.